أعزائي متابعي كرة القدم في كل مكان، نقدم لكم اليوم موعد مباراة بايرن ميونخ وأشبيلية التي تقام بذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث تقام المباراة الثلاثاء 3 إبريل 2018. كما نقدم لكم القناة الناقلة للمباراة بالتفصيل ومعلقي المباراة أيضا. تقام المباراة على ملعب رامون سانشيز بمدينة أشبيلية بأسبانيا، والذي يستوعب لأكثر من 45,000 متفرج. ويدير المباراة تحكيميا الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو الذي يبلغ من العمر 43 عاما. وتقام مباراة بايرن ميونخ وأشبيلية الثلاثاء 3 إبريل 2018 في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، و11:45 مساء بتوقيت الإمارات، و10:45 بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، و7:45 بتوقيت جرينتش. وتذاع المباراة بث مباشر حصريا على قناة بي ان سبورت اتش دي 2، ويعلق عليها المعلقين يوسف سيف وجواد بدة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.